آه شيخنا الكريم الشيخ صالح دائما نسال عن مثل هذه الاسئله وهو آه اهداء ثواب الاعمال الصالحات الى الغير من الاباء والامهات وضابط ذلك؟ ضابط ذلك ما جاء في الادله من الدعاء له قال صلى الله عليه وسلم او ولد صالح يدعو له و الله جل وعلا قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فالدعاء للاموات يصل اليهم اذا تقبله الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني الصدقه الجاريه وهي الصدقه الجاريه اما وقف واما صدقه غير وقف فالصدقه تصل اليهم تصل الى الميت اذا تقبلها الله عز وجل وكانت من كسب طيب وعن نيه صالحه. والشيء الثالث آه الوقف ال 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 الذي ال الذي يجري نفعه على الميت، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وهي الوقف أو علم ينتفع به، هذا الشيء الثاني أن يكون ورَّث علمًا وعلم العلم النافع له تلاميذ انتشر علمه والتلاميذ صار لهم تلاميذ وهكذا أو له مؤلفات طيبة يتناقلها الناس ويوزعونها أو هو اشترى كتبا نافعة ووزعها على طلبة العلم هذا هذا من العلم النافع وكذلك الولد الصالح الذي يدعو له وهذا هو الشيء الثالث مما يبقى بعد موت الميت وأما ما عدا ذلك فان الله جل وعلا قال وان ليس للانسان الا ما سعى فلا يصل الى الميت الا ما جاء به الدليل من عمل الحي نعم